رياضة منيحة للعقل والجسم، وفيكن تعملوا سبور بالطبيعة بالبيت أو على الطريق القريبة من مكان سكنكن. وإذا كنتوا بتفضلوا النادي الرياضي، جربوا تقوموا بخطوات بسيطة لتحموا البيئة. سجلوا بنادي رياضي قريب من بيتكن أو شغلكن، وجربوا تروحوا مشي على الجيم بدل ما تستعملوا السيارة. استعملوا قنين المي البلاستيك يلي بتقدروا تغسلوها بالبيت وتشربوا منها لفترة طويلة. تمرنوا بالآلات يلي ما بتستعمل طاقة بشكل كبير، مثل الستابر والحبلة، واشتروا تياب رياضية عضوية مصنوعة من القطن العضوي، وأحذية جودة عالية ومش مصنوعة من جلد الحيوانات. ما تكتروا مناشف وما تغيروا تياب كتير وأكثر من مرة بالنهار، لا تخففوا من نسبة الطاقة والماء والمواد المستهلكة بالغسيل. لما تخلصوا تحمموا على السريع، وإذا تحممتوا بالبيت ما تسخنوا الماء أكثر من ما لازم. And go green!